نقول ايه للناس؟ يعني انا عايز اقول ايه للناس مثلا؟ ايه؟ عايز اقول لهم ايه؟ ولا عايز احكي عن ايه؟ ولا اقول ايه؟ اقول ايه انا؟ سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم في الموسم الثاني من ريد بول مزيكا صالونات. هنعرف اتنين فنانين على بعض في صالون ريد بول، وكل فنان ما يعرفش هيقابل مين وهيرتاح وينسجم معاه ولا لا، وهو ده التحدي. وهيبقى مطلوب منهم يعملوا تراك في 8 ساعات بس، وبعد ما يخلصوه هيصوروه. معاكم احمد دسوني مقدم البرنامج، هنقول لكم اللي بيحصل في الاستوديو بالتفصيل طول الحلقه. والنهارده معانا ايزي ماما لوجو احمد بهاء مع الرابر العظيم الميوزك بروديوسر الفايف. إذن سيداتي أنا سيدي سادتي، أحمد بهاء يا جماعة، البوب الكبير شارموفرز العظيم يا جماعة، داخل بيتكلم، داخل بيتكلم على طول. ما هو جاهز بقى، مش عارف مين اللي هيقابله. المهم يا جماعة، أنا عايز أقول لكم إن أنا متحمس أكتر من أحمد بهاء للحلقة دي، لأن الحلقة دي هو والفايف أنا متأكد هيطلعوا حاجة نار. أنا متخيل في نار في الحلقة دي. طب أنا حد هيجي لي ولا أنا أفضل كده ولا إيه؟ اشرب يا معلم، اشرب. هنفوق لها كده. يلا. ايه الفايب؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه يا مان؟ الحمد لله، الحمد لله. في بيتها؟ جامد. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام؟ انت عامل ايه؟ يعني مش هنبذل مجهود جامد، الحمد لله. اسكندرانية زي بعض. ايه ايه الجمال ده؟ طب حبيبتي ايه الجمال ده؟ وبركاته. تعالى فايف بقى يا رجاله. اقعدوا اقعدوا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، بيت بيتكم. لا بس الكومبو ده حلو الحمد لله. طب مبسوطين اصلا ولا؟ انا تمام جدا، لان انا كده كده بحب اغاني، يعني بحب حلزونه، يوم حلزونه. انت اللي عامل مزيكتها صح؟ اه. وبرده الاغنيه بتاعتك اللي هي اللي فيها في اكسلانس، اكسلانس جنتلمان. اكسلانس هو بيغني. جنتلمان بقى؟ لا شفت جنتلمان، ماشي. بس اكسلانس هو اللي بيغني فيها كمان. أيوة، يعني انت اللي عامل مزيكا وبتغني فيها. اه، وعامل 21 ويجز برضه. والسني 60 ولا عادي؟ لا هو عادي. لا يعني انا اول مره اعرف ان انت اللي عامل 21 بجد؟ اه والله. اسالك سؤال، هل انت حاسس ان انت، سؤال كده فني كده انا نفسي استنتجه، هتطلعوا حاجه شارموفرز ستايل ولا الفايف ستايل؟ انا عارف ان الفايف انتوا كلكم بتطلعوا حاجات مختلفه كل مره، بس انا قصدي هتبقى شارموفرز قوي ولا الفايف قوي، ولا انت متخيل ان هي تطلع حاجه ثالثه، كائن طفل جديد محدش شايفه؟ احنا لازم نقعد بس الاول مع بعض، نسالوا بعض كتير ونلغي ونتكلم ونشوف كده احنا اصلا مع بعض عاملين ازاي، وبعد كده هنخش عشان ربنا بيسهلها. بص، هو حته المزيكا دي بتبقى اللهوي كده بالنسبه لي انا، بيبقى في اعداد كده والله، يبقى هي حسب النيه كده فاهم، ربنا بيمشيها كده. ماشي. لو احنا كنا شغالين كنا بنبقى عارفين احنا هنعمل ايه. لا خالص. طيب انا مش عايز اكتر عليكم، انا حاسسكم عايزين، يلا بسوني عايزين نغني، ما تقعدش تتكلم، احنا مش لقاء بجد. لا ازيك يا فوزكس؟ ماشي، تعالى نروح بقى الاستوديو. يلا بينا. يلا بقى. يلا بينا. يلا بينا. يلا بس يو. الاستوديو ده منعش. ولا لا بتركب مش مهندس؟ طيب انا. Say low check. انا ملحقتش اتكلم. سخونية. ممكن نعلي المزيكا اكتر شوية. اوكي سلام. الفوكس زي ما هو. بليز ارجوك. هيا. Check. في حاجة تانية ممكن نسمعها؟ اه طبعا. خلي بالك اللي احنا سجلناه ده مش شرط نستخدمه النهارده، يعني ده حاجة طلعت دلوقتي، فخليها معانا بس كده جاست ان كيس، محدش عارف ممكن نعمل. عشان ده انا يا جماعة بتحصل خلاص. طيب انا هسيبكم بقى تشتغلوا براحتكم، بسيوني هيراقبكم من المونيتورز. هسيبكم براحتكم، بسيوني بيراقبكم. طبعا يا جماعه انا سبتهم براحتهم عشان يشتغلوا براحتهم برضو، ف
فانا ما رضيتش اغلس بصراحه. انا كنت عايز اقعد معاهم اطلع معاهم كل ده بصراحه. فانا قلت اسيبهم بقى ايه دلعهم من غيري عشان ما بقاش ضيف سئيل، مع اني نفسي ابقى سئيل. بس انت لو ده انت متخيله حاجه تانية ممكن نخش على بعضه على طول. لا انا عادي، احنا نتخيل مع بعض. انا كده جاي قشطه، انا مبسوط اصلا ان انا معاك. انا كمان والله، والله انا كمان مبسوط والله. يعني موضوع ان احنا اول مره نتقابل وفنلعب مزيكا مع بعض ده اول مره اعمله في حياتي. يعني دايما بتبقى اللي هو اللي بقابله دايما اول مره نلعب مزيكا ده بنجاي مع بعض مش عارف ايه، بس هو نخش استوديو نسجل تراك واحنا اول مره نتقابل خالص. دي مختلفه برضه. وفي كذا حاجه انا ممكن اسمعك كذا حاجه، بس لو ده حاسس ان انت تقدر نقدر هقول لك يعني ده في حاجه هتطلع عليه فتعالى نرميها اوكي ونشوف اللي بعديها على طول. يعني مش شرط ان نمسك في ده خالص. يعني انا متاكد ان البوب والفايف عايزين يطلعوا قنبله تسجل على التشين ده كده، كل واحد امله في التاني. يعني البوب امله في الفايف والفايف امله في البوب. موضوع اوكي يعني سيب لي اللي خلي بالك كل واحد فيهم عنده مسؤوليه. يعني مثلا مسؤوليه الفايف انا حاسس كده يطلع البيت المزيكا يعني الجميله الجديده اللي هو لازم يعمل جديد حاجه احنا ما سمعناهاش. والبوب بقى يفاجئنا بقى بفلوهات وليركس جميلة. ده المفروض وده اللي هيحصل متأكد. انا متحمس الحلقة دي ليه؟ انا يعني انا مركز قوي مع البوب، عايز اعرف هو ايه الليركس اللي طالعة من بقه. انا سامع نكتب صلاة عشاء لذيذ، سامع ده جامد. هو انت اللي عامل ده؟ طب ما ده حلو. سمعك كذا حاجه كده بس انا بشوف اللي ده موجود برضو. يلا فايف بقى شكله هيعملها ولا ايه؟ متأكد ان هم قربوا يوصلوا لحاجه جامده جدا. وعجبني ان الفايف بيتنقل ما بين الواحده والثانيه بسرعه، ما بيزهقش نفسه وما بيزهقش بوب. نايس. ولا نروح فين؟ يعني انا بص انا ما فيش حاجه سمعتها مش عجباني. دول الحاجات اللي هو فيهم يعني ايه افكارك لذيذه جدا بصراحه وينفع عليها حاجات كتيره. يعني ينفع عليها فلو وينفع عليها غنى. يلا بينا. ايه ريدي؟ يلا جامد. فاهم التيتا وحافظ الحكي ويوم في الجامعة، أنا على المركب بالسنارة وسايب الطعمة. تبنيت كنة والله كنت متأكد البوب هيطلع الفلو ده. تحس كده جاي بقى من جبال تنزانيا. قول ايه للناس؟ يعني انا عايز اقول ايه للناس مثلا؟ قول ايه؟ عايز اقول لهم ايه ولا عايز احكي عن ايه ولا اقول ايه؟ اقول ايه انا؟ طب انا اقول ايه؟ 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 تحسها فيها رزم كده برضه. طب انا اقول ايه طبعا؟ طب انا اقول ايه؟ 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 طب انا اقول طب انا اقول ايه؟ طب انا اقول ليه؟ طب انا اقول ايه؟ طب انا اكون ليه؟ انا بفكر اعمل اغني على النهارده. مغني على النهارده؟ اوكي.
اللي هو انا بغني وانت بتغني وبتعمل مش عارف ايه واحنا الاثنين مش عارفين القصه ودلوقتي احنا قاعدين اهو بنعمل التراك ده، فهيبقى في لاينات انت بتحكي حاجات وفي لاينات انا بحكي حاجات ونقول الموضوع عامل ازاي بقى فاهم، حتى لو جمل صغيره مش شرط تبقى حاجه كبيره بس بشخبط يعني معاك كده. يلا بينا نشخبط نبدا بايه؟ اسالكم حاجه بصراحه، انا كنت متوقع تفكر ان فايف هيكون انتج بقى حاجه بجد هو وبوب، كنت متخيل الموضوع هيمشي اسرع من كده بصراحه. بس انا لسه مش عارف انا بعمل ايه خالص، بس ايه بلعب الناي وطلع التعبان من القفة، اسيوي هندي لسه مش فاهم ازروفة، بتعمل لاتة انحن على كفوفة، هتعمل ايه هاني هيسي كيلي بوفة. في تركيز هنا في تركيز، مش متخيل اي حاجة ولا فاهم اي حاجة، انا وبوب قاعدين بالصوت وكودادا ده ليفين فوق بربت صوت ودو ودادا تن ديدي تيك ديدي تو ودو ودو ميبي اما ماكرون ام تيدي دو وو يبي بلانت لغاني رابو البستاني ولا ملدي اكتر. انا عايز اكتب. طب اكتب يلا يلا. دي قلم عايز جاف ولا رصاص؟ اي حاجه، في هنا جاف هنا بس في رصاص هنا. رصاص انا بحب الرصاص. الفايف عامه عشان يعني حضرته في 99% من تسجيلاته فهو بيكتب بسرعه. بقالنا كام ساعة قاعدين بنهري، بحاول اكتب على المزيكا وجنبي صبري، حطونا في اوضة واحدة وفاكر لسه بدري بعمل الاشياء يعني هو الليركس اللي بيقول اللي هو بيحصل دلوقتي. طب everybody يلا بينا جت لو فاهم كده يا جماعة. محتاجين يفصلوا شوية، الأفق توسع، أنا نازل لهم. يلا بينا ناكل ونتعشى. يلا بينا ناكل ونتعشى. قصة ان هو الالتزام بالميعاد بتاع الثمان ساعات وفي كاميرات بتصور وانت عارف ان اللي بتعمله ده الناس هتتفرج عليه، دايما المطبخ ده بيبقى الوقت اللي الواحد بيبقى قاعد بالشراب كده بيتلحوس في الاوضه لوحده كده، فانت محتاج تهبل قدام الناس كلها دلوقتي. ايوه في احساس غريب طبعا، انت حملتك كلها بتطلع قدام الناس 8 ساعات. فانت بقى ايه فمحتاج دلوقتي تخش بقى تاني كأنك قاعد في الاوضه لوحدك بقى بجد. عشان هو التراك عشان يطلع لازم تبقى كأنك قاعد في الاوضه لوحدك اللي يعني هيطلع حلو على البيت. ارتجال يعني هنشوف ايه ال فري ستايل. ايه جينا بالسلامه عشان نعرف الابديتس ونشوف بقى ايه هل العشوه الجميله اللي كلوها يعني غزت الافكار اللي في دماغهم ولا لا. انت بتقولها ازاي؟ ندي زوبه زقه ندي زوبه زقه ندي زوبه زقه. تيجي نجرب نركها كده. يلا يا جماعه عايزين نرك. منطقي، كلام منطقي يعني احنا لازم نخلص التراك ده. هنعمل ايه يا جدعان؟ هنعمل ايه؟ لازم نخلص التراك ده. طب انا احط ايه؟ احط بتاعت ندي زوبه زقه دي الفيرس الاولاني ده؟ حطها. ممكن تستريتش كده نعمل بيها ديريشن. ندي زوبه زقه نديها زقه. طبعا نديها زقه، ما نديهاش ليه؟ يعني البوب ما بيمشيش غير بال شايفين يا جماعه 1 2 كام طبله جايبها البوب. انا قررت ان انا هعمل اغنيتي وهم يعملوا اغنيته، انا هعمل اغنيتي معاكم ونشوف مين اللي احلى. انا تربي الطياره وانت تيجي بالسياره، وانا اجي بالطياره ولا السياره، انا فوق وانت فوق برضه، بس انا فوق 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 فوق. بس
برضو تلاقي اسم التراك ده بيبقى يا حلو قوي يا وحش قوي، مفيش حد جاب حاجه في النص. حلوه القفله اصلا. شكرا. موضوع حقيقي. ما قسمناش المزيكا اللي هو كل واحد مزيكته وكده، لا عملنا تراك فعلا مع بعض، فده مش سهل يا مان اللي حصل ده، مش سهل انه يطلع حلو. اه والله الفايب من اول يوم انا بقول لك هي جامد. انا عايز اعرف التراك برضو هيسموه ايه؟ نسمي التراك ايه يا مان؟ زوبه. ادي زوبه زقه اول حاجه يا سيد. ها؟ مش عارف. خلص التراك زوبه؟ زق اليوم؟ زوبه صح؟ زوبه. طبعا اصدقائي الاعزاء الحلقه خلاص خلصت، وجاء وقت الفيديو بيرفورمانس عشان نشوف الناس دي هتغني تراك ازاي. استنوا التراك بتاعنا يا جماعه، ريد بول مزيكا صالونات الفايف. برافو.